أنت معرض للإصابة بجروح خلال أي وقت وزمان كان، سواء في منزلك أو في العمل أو خلال ممارسة نشاط ترفيهي. تذكر أن الجرح قد يكون معرضاً لخطر العدوى. ابحث دائماً عن العلامات والأعراض. تورم واحمرار وتزايد الألم في المنطقة المصابة، صديد داخل الجرح أو حوله، الشعور بالأعياء، ارتفاع درجة الحرارة، الحمى إلى 38 درجة مئوية 100.4 فهرنهايت أو أعلى. أسرع فوراً إلى قسم الطوارئ لدينا إذا كان الجرح كبيراً جداً أو تسببت الإصابة في الكثير من تلف الأنسجة. الإصابة بجرح عميق في راحة اليد ويبدو أنه قد تلوث، لا يمكنك وقف النزيف. تعاني من فقدان الإحساس بالقرب من الجرح. أصبت بجرح حاد في الوجه. إذا اعتقدت أن هناك جسم غريب داخل الجرح، سنفحص الجرح ونكشف ما إذا كان هناك أي خطر للإصابة بالعدوى. سنحدد ما إذا كنت تحتاج إلى حقنة منع الإصابة بالتيتانوس أو خياطة أو أربطة أو غراء طبي خاص قبل وضع الضمادة. لا تستهن بإصابات الجروح، يجب طلب العناية الطبية فوراً. الحياة والوقت كلاهما ثمين، كل ثانية مهمة.